عن أهمية الواقيات الشمسية بالصيف، عن المواد الفيتامينات اللي نحن ممكن ناخذها بالصيف ونكثر منها كرمال نعطي بشرتنا الليونة ويكون فيها سوائل مبتعدة عن الجفاف. ولكن دائما بفصل الصيف وبارتفاع الحرارة، وخاصة الأشخاص اللي بيكون عندهم عمل كتير طويل وبيضطروا أنهم يمشوا بالشمس وخاصة بوقت الذروة، بيكونوا هم أكثر عرضة للأثار السلبية. ممكن نروح من الحرق الشمسي للندبات للكلف، وهون بنروح من العلاج المبدئي خلينا نقول للعلاجات خلينا نقول بالآلات بالليزر بالتقشير. فنحن بغنى عنا اليوم شوية وقاية، نحن ممكن تخلينا نبعد عن كل هاي القصص، وهي بالواقيات الشمسية اللي دائما يا هايدي بنصحوا فيها كل أطباء الجلد. صحيح يا رشا، ويمكن على الرغم من أهمية الشمس وفوائدها العديدة لأجسامنا، إلا أنه يعني بتعطينا أكيد فيتامين د، لأنه ممكن تأثر بشكل سلبي على صحة أجسامنا، على جلدنا، على بشرتنا ونضارتها. لهيك اليوم رح نحكي عن الواقي الشمسي، عن الكريمات المرطبة يلي هي من أولويات كل صبية، شيء أساسي وروتيني عندهم ليتجنبوا أي مشاكل ممكن تظهر على البشرة. لنتعرف أكثر مشاهدينا شو هو نوع الواقي الشمسي اللي بناسب نوع بشرتنا، كيف ممكن نستخدمه، شو المنافع وشو المضار يلي موجودة فيه. خلونا سوا نرحب بضيفتنا يلي صارت ضمن الاستوديو، الصيدلانية جودي عم علي. يسعد صباحك. صباح، أهلا وسهلا. صباح الخير يا جودي. صباح كيف خير اليوم؟ تمام الحمد لله. الصيف ولسعات الصيف وبالتعرق للبشرة وبالآثار السلبية على الجلد، ودائما نحن بيقولوا حرق الشمس بيعلم. أول شيء هالمعلومة صح؟ طبعا. طيب نحن لوين بنروح بهالحاله الا الواقيات الشمسيه؟ خلينا نعرفها بشكل الطبي والعلمي. هلا نحن بما انه صرنا بفصل الصيف صارت الحراره كثير قويه، نحن لازم ننتبه على بشرتنا ونحافظ عليها من الاشعه الضاره اللي ممكن تسبب لي تلف خلايا، شيخوخه للجلد، وممكن على المدى الطويل نحن يصير في عنا سرطانات لا سمح الله. لهيك نحن لازم نستعمل واقي شمسي. شو هو الواقي الشمسي؟ هو عباره عن كريم بيحمي البشره من اشعه الشمس الضاره، وبالتالي نحن بس مهمتنا كثير بسيطه انه نحن نطبق الواقي الشمسي. تمام. ما جودي، يعني كل صبيه بالصيفيه بتلاقي انه ممكن هي تستبدل المكياجات الفوند او البودره تستبدلهم بالواقي الشمسي خلال الصيفيه. هون ممكن بيصير السؤال انه انا كيف ممكن اختار الواقي الشمسي اللي بيناسب بشرتي؟ شو الانواع اللي ممكن اقدر اجيبها؟ هدول شو بتوضحي لنا عنه؟ تمام. هلا انا كيف فيني اختار الواقي الشمسي المناسب لي؟ هذا الشيء بيرجع حسب حاجه كل شخص. يعني انا طبيعه شغلي قد ايه بتخليني اتعرض للشمس، فتره زمنيه طويله او فتره زمنيه قصيره. هلا لفرق بهذا الشيء واختاره بشكل مناسب بدي انتبه لشيء اسمه سان بروتكشن فاكتور، هو مستوى عامل حمايه لاشعه الشمس. هذا دائما رقم بيرافق الواقي الشمسي. نسبه. تمام. قد ايه هي نسبه الحمايه من اشعه الشمس؟ هلا في عندنا واقيات شمسيه نسبه الحمايه 15 او بيكون الاس بي اف لها 30 50 100. فاذا كان هو الفرق بيناتهم كثير قليل، بس كل ما زادت القيمه كل ما لاحظنا انه كانت فعاليته اكثر. فمثلا نحن لما يكون الاس بي اف 30 عم بيكون نسبه الحمايه له 95%، بينما اذا كانت 50 عم بيكون نسبه الحمايه 97%. فبنلاحظ انه الفرق بيناتهم قليل، ولكن هن مهمتهم انه نسبه الحمايه لهم تكون اكثر. بس يمكن جودي نحن دائما بيقولوا لنا انه كل 3 ساعات لازم تجددي على البشره. تمام. هل يعني طبيا صح المعلومه 3 ساعات او حسب؟ تمام. نرجع لنسبه اختيار الواقيات الشمسيه. هلا نحن بتتحمل على البشره. تمام. نحن بالنسبه لمستوى الحمايه اللي هو عامل اس بي اف، هو هاي قيمته ما لها علاقه بقد ايه انا لازم ارجع اكرره. يعني انا لازم كل ساعتين ارجع اكرر تطبيق الواقي الشمسي، لانه هي فعاليته بتخلص بعد الساعتين بالضبط. تمام. خلينا نوضح اكثر شو هو اكثر وقت مؤذي لنا انه نحن نطلع نتعرض بالشمس. يمكن نحن اذا بدنا نطلع بكير بيقولوا لك من الساعه 8 ل 10 انه ما في داعي تحطي واقي شمسي. تمام. بينما يمكن بذروه الشمس بالظهر هون المفروض انه نحن نحط. تمام. خلينا نوضح هون. هي اشعه الشمس بتبلش تاثيرات الدائره من 10 صباحا للرابعة بعد الظهر. هاي الفتره كثير ضروري نحن نستعمل واقي شمسي ونكرره كل ساعتين، يعني نحاول اقدر قدر ممكن. هي يعني تجوالنا بالشوارع بعملنا. تمام. هي لازم المدار. الواحد يحاول يعني يضل بمكان فيه ظل اكثر بهاي الفتره اذا ما فيه يكرر يحط الواقي. طيب الشمس. بدي انا هيك كصبية اليوم حبيت اطلع من بيتي اجي على شغلي يعني وبدي استخدم الفوند، هل انا بقدر احط الواقي الشمسي تحت الفوند؟ يعني في شروط، بشره نظيفه، بشره خاليه من الحبوب، من خلينا نقول مثلا اذا في ندبات او شيء.
تمام. هون في ملاحظة كتير مهمة إنه نحنا الواقي الشمسي لازم يتطبق قبل 15 دقيقة من كريم الأساس ليه؟ حتى تمتصه البشرة ويقدر يعطيني فعاليته ما يتأثر بالمواد الموجودة بكريم الأساس وهيك. تمام. حتى يمكن منلاحظ إنه ببعض الواقي الشمسي منشوف إنه في منهم بقلبهم فونت لون موحد للبشرة. حكي لنا عن أهمية هذا النوع بالذات، هل هو عن جد بيناسب كل صبي أم لا في شروط معينة أنا لازم أعرفهم حتى أقدر استخدمه؟ هلا هو ما يعني ما في علاقة إذا هو بيناسب الصبايا أو لا، هي بيعتمد على إنه هو عم يختصر مرحلة من الميك اب، فهو يعني عم بيخفف له المواد اللي عم تتطبق على البشرة. هيك بيساعد إنه يحافظ عليها أكثر يعني. طيب جودي، وقت بنقول واقيات شمس بنروح لشركات كثير، وكل اسم ما بنأكيد نذكر أسماء شركات، ولكن كل شركة في إلى جمهورها وفي إلى مسوقينها وفي إلى حدا مجربها بيقول لك أنا مجرب هاي الشركة وكتير فعالة. طيب خلينا نحكي اليوم ما بين اسم الشركة وفعالية المنتج وما بين نوع البشرة. يمكن أنا اليوم بشرتي ما تناسب هذا الواقع الشمسي، يمكن بشرتي دهنية جافة، أنا كيف اليوم بقدر حدد أنه أنا شو النوع اللي بيناسبني؟ وخاصة بعض الكريمات يعني عن تجربة الواقع الشمسي بيعمل تعرق، يعني بتحسي أنه أنت بلش إفراز العرق عندك بالوجه، وهي أكيد منظر يعني ما حلو بالشارع او بين الناس. هلا هون نحن بننتبه انه مو لنوع الماركه تبع الواقي الشمسي وانما لشكل الواقي الشمسي. يعني كيف انا في عندي اشكال صيدلانيه عديله للواقي الشمسي، فاذا كان شكله كريم هو كثير مناسب للبشره الجافه بخليها تضل رطبه. كريم شو يعني؟ خلينا هيك نبسط يعني أكثر. شكله كريمي مثلا. انا في عندي شكل ثاني هو لوشن، هذا بستعمله للبشره الدهنيه لانه بتكون هي قابله للتعرق اكثر. في عندي كمان شكل صيدلاني للواقي الشمسي هو جل، هو بيكون مناسب للاماكن كثيفه الشعر مثلا فروه الراس، في كثير عالم تحترق من اشعه الشمس بالكف. تمام. وفي عندنا بخاخ، هذا مناسب اكثر للاطفال مع الانتباه انه ما يقرب على العين على الوجه على التم وهيك، يعني عادي للاطفال. تمام. هو بخاخ للجسم اكثر. طيب لانه اطفال بس. احنا كيف قادرين نفرق بنوع البشره هون لنقدر نحدد نوع الماركه اللي نحن بحاجتها او نوع ماده الكريم اللي نحن؟ هلا هون نحن لما نروح على دكتور جلدي وانت ببين معك تسألي شو نوع البشرة، كمان نلاحظ انه البشرة الدهنية هي بتكون تعرق على الانف والجبين، هيك فينا نحن نحدد انه هي بشرة دهنية. تمام. هيك يعني خلينا نوضح اكثر ونوعي اكثر الصبايا عن الموضوع، شو هي يمكن الاخطاء يلي بيوقعوا فيها صبايا نتيجة استخدامهم للواقي الشمسي؟ تمام. في عنا كثير اخطاء هي بسيطة تعتبر ولكن عم تلغي فعالية الواقي الشمسي. من هاي الاخطاء خلينا نذكرهم. تمام. من هاي الاخطاء انه طبق كمية قليلة، يعني مو كمية كافية، انه ما يغطي المساحة بشكل كامل. في عندي ملاحظة كثير مهمة هي اماكن منسية، يعني ما بحط لها واقي شمسي مثل شو الشفاه. في كثير عندي مرطبات شفاه تحوي على واقي شمسي، هي كثير ضروري اني استعملها. وفي كثير عالم كمان عندهم الجفون بتتعرض لحروق، كمان لازم هون نحط لها واقي شمسي. يعني اليوم نفهم منك انه نحن الواقيات الشمسيه المستخدمه للبشره هي غير الشفاه، يعني في نوع طبعا تعني. اكيد. خلينا نروح وقت نتعرض لحرق شمس، وخاصه هلا نحن رايحين على موسم صيف وبحر. طبعا. فحرق البحر معروف انه هو بيعلم كثير، يعني بتروحي لكلف، بتروحي لندبات، بتروحي لتصبغات بسبب هذا الحرق الشمسي، وبجوز لك صبي انا كنت حاطه يعني واقي شمسي بس ما كثير اخذ. اليوم هل الحرق الشمسي ممكن يتحول لتصبغات؟ تقدر الواقيات الشمسي انها تشيلها او خلاص نحن رحنا لموضوع جلدي اخر؟ تمام. هلا بالنسبه للواقي الشمسي والتصبغات، هو ما بيعالج التصبغات وانما هو عامل مساعد بعلاج التصبغات. كيف يعني؟ يعني انا باخذ علاج للتصبغات وطبقت واقي شمسي، فهو حمالي هالبشره اللي هي فيها تصبغات من اشعه الشمس الضاره، يعني خفف من انه تزيد هاي الحاله. تمام. تمام. يعني بما انه رشا راحت شوي لموضوع البحر، وفعلا يمكن هلا بالصيفيه كثير من الصبايا بيلجؤوا للبحر والمسابح، بتلاقي البعض ممكن يستخدم بعض انواع الزيوت بديل عن الواقي الشمسي، هل هي زيوت عن جد مفيده او ممكن يكون في عن جد واقي شمسي كرمال ما يصير اي مشاكل؟ لانه بنسمع انه ممكن يصير فيما بعد سرطان بالجلد، خلينا نوضح الموضوع. تمام. هلا هون في ملاحظه كثير مهمه، انه انا ممكن لما حاطه واقي شمسي من نوع معين تعرضت لاشعه الشمس صار عندي حرق، فلما انا عم بحط هاي الزيوت وعم تعرض للشمع عم بتزيد الحراره بالجسم. فممكن تزيد من خطوره الحروق، بالعكس يعني هي شيء كثير ضار. شو الحلول هون وقت اللي احنا بنكون بهي الحاله؟ يعني شو الحلول البسيطه يعني انه احنا ممكن نلجأ عليها؟
تمام. بالنسبة للحلول البسيطة السريعة اللي ممكن تكون أنا فيني أتصرف فوراً، إنه فيني أخذ مسكنات ألم خفيفة مثلاً إيبوبروفين. في عالم بتصير عندهم حكة على الحرق فبنستعمل مضاد هستامين. لازم انتبه إنه أبداً ما استعمل زيوت مثل زيت جوز الهند مثل ما حكينا، زيت الزيتون، وأي مادة دوائية تحوي لاحقة كيين بنزوكيين. هاي المادة بتعمل تهيج وحساسية أكثر. طيب في هيك شوية معلومات شائعة نحن نسمع من الناس وقت نتعرض لهذا الحرق، خلينا نحكي بالطب الشعبي أو الطب اللي نحن معروف بين الناس، يعني جارتي خالتي إلى آخره بتقول لك فورا طبقي لبن على منطقة الحرق بيسحب هي الحرارة، هل طبيا صح أو لا؟ تمام، لأنه نحن في معلومة بتقول برد الحرق. كيف نبرد الحرق؟ هلا لما يقولوا لك إذا مرق عليه فترة ما بصير تحطي مي، لأنه رح يعبي فقاعات مي وهي بزيد الوضع أكثر سوء بصير. فنحن لما نطبق له لبن هن قصدهم أن نطبق شيء بارد فورا يعني بلحظتها، هون بيعطي إفادة، أما بعد فترة ما بصير تطبق. تمام، يعني حنزيد المشكلة أكثر. تمام، يعني بعض الصبايا بنشوف إنه البشرة عندهم بتكون أكثر حساسية، يمكن إذا حطينا له أي نوع واقي شمسي مهما كان نوعه مهما كان مفيد فعلا رح يسبب مشاكل. هون ممكن الصبية تلجأ لصيدلاني أو طبيب لحتى تسأل إذا هذا الواقي بناسبة أم لا، ممكن في أسس معينة تمشي فيها. تمام، رح أعطيكي طريقة إنه نحن فيها الصبية تعرف إذا هذا الواقي مناسب أو لا. أنا في عندي نوعين الواقيات الشمسية، فيزيائي وكيميائي. الفيزيائي هنا الاثنين لهم نفس المهمة بس بيختلفوا بآليات العمل. الفيزيائي هو اللي مناسب للبشرة الحساسة. طب أنا كيف فيني أعرف إنه هذا النواقي الشمسي فيزيائي؟ بتطلع على التركيب بلاقي فيه مادتين. فيني أجربه على منطقة تانية غير الوجه؟ طبعاً. على إيدي أو طبعاً هو يفضل أنت أي شيء بتجيبيه جديد إنه نبلش فيه على الإيد، نحسبه ونشوف نحنا إذا هو بيعمل حساسية أو لا، بعدين نطبقه على الوجه لأنه هو أخطر. نرجع لنقول إنه الواقي الشمسي الفيزيائي فيه مادتين أساسيتين بالتركيب، ثنائي أكسيد تيتانيوم وأكسيد الزنك. أنا بس لاقي هاي المادتين بالتركيب بعرف إنه هو واقي شمسي فيزيائي، وهذا مناسب للبشرة الحساسة، للحامل، للأطفال، يعني هو فينا نقول هو للحالات الخاصة. أما الكيميائي منلاحظ إنه فيه أول شيء وظيفته للواقي الشمسي الكيميائي بيمتص الأشعة وبيحولها لحرارة. تمام. فهذا بلاحظ إنه هذا النوع من الواقي الشمسي أنا بدي طبقه قبل ربع ساعة 30 دقيقة من إنه أنا أطلع من المنزل. بينما الفيزيائي فيني حطه وأطلع فورا. لأنه الكيمياء بده وقت لحتى يمتص. طيب جودي، شفتي التقرير اللي كنا عم نشوفه لزميلتنا؟ ذكرت ضمن التقرير إنه نحن بال خلينا نقول الغذاء الطبيعي اليوم نحن عم نساعد على ترطيب البشرة، يعني اليوم مو بس نحن مفروض نروح للواقيات الشمس للحماية، نحن كمان في شيء من جسمنا بحاجة لترطيب هي البشرة، وخاصة وقت نقول صيف بنقول نحن جفاف. يعني شو أهم هيك الخطوات لحتى يكون العوامل الخارجية وداخلية عم تتساعد على ترطيب هي البشرة بشكل مستمر؟ تمام، هون نحن لازم ننتبه انه خلال فترة الصيف لازم نحن نكتر من شرب الماء لنخلي البشرة رطبة، لازم نبتعد عن الاكل الغني بالصوديوم. تمام، لانه هذا الشيء بيسحب الماء وبصير في عنا جفاف. فنحن هيك بنكون وازننا بين انه انا اخذت ماء كمية كافية، ابتعدت عن الصوديوم، فهيك حافظت على البشرة رطبة. تمام، يعني يمكن من بداية حديثك ذكرتي انه الاس بي اف ممكن يكون نسب معينة 30% 50% 75. طيب هي درجة الحماية او درجة التغطية شو بتفرق عن بعض؟ انا اذا اخترت درجة معينة شو ممكن يأثر؟ تمام، هون نحن بنقارن بيناتهم حسب فترة تعرضي لأشعة الشمس. يعني انا طبيعة شغلي بتخليني اتعرض للشمس فترة قصيرة، بستعمل واقي الشمس الاس بي اف له 15 و30، بينما فترة طويلة فأنا بستعمل 50 ل100. بس هذا هو الفرق بيناتهم، إنه نسبة الحماية تكون أعلى. تمام. جودي بدنا نتشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتي، يعني موضوع جدا مهم وبوقته، يعني وكل الصبايا اليوم بحاجته، وحتى الشباب اليوم بيهربوا من موضوع الكلف والتصبغات الجلديه. صحيح. شكرا لك وصباحك حلو على طول. شكرا لك يا جودي، بنتمنى كل السلامه للجميع. حبيبه قلبي، تسلم.